ما أدري واضح هذا؟ إذن إذا أراد البعض أن يستدل بقوله تعالى إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أراد أن يستدل بهذه الآية لإثبات العصمة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ممكن لو مو ممكن؟ هذه الآية بصدد بيان المحمول لو بصدد بيان الموضوع؟ ها؟ هذه الآية المباركة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه بصدد بيان من هم أهل البيت لو بصدد بيان أن أهل البيت معصومون. ها؟ أن أهل البيت معصومون، من هم أهل البيت؟ بعد الآية ما تقدر أن تستدل بالآية تقول تدل على عصمة أهل البيت، إذن تحتاج إلى دليل من الخارج تعين من هم أهل البيت. هذه الآية تبين ماذا؟ المحمول فقط وهي العصمة لأهل البيت، أما من هم أهل البيت؟ أهل البيت واحد يأتي ويقول النساء النبي، واحد ويأتي يقول كل أقرباء النبي، واحد يأتي ويقول لا هم أصحاب الكساء. فستفهمون بأنه أصحاب الكساء، هذا حديث الكساء بصدد بيان موضوع الآية المباركة. هي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هي هؤلاء هم أهل بيتي، هؤلاء هم أهل بيتي، بأدوات متعددة للحصر يريد أن يقول بأنه مصداق الآية هنا. سلمة عندما تأتي تقول، يقول أنك إلى خير ولكن لست من أهل البيت. هذا الحديث المبارك يريد أن يبين ماذا؟ موضوع تلك الآية المباركة. إذا الواحد لا يقول بأن القرآن يدل على عصمة أهل البيت، نعم يدل على عصمة أهل البيت، ولكن هل يدل من هم أهل البيت؟ هذه الآية تدل من هم أهل البيت؟ بعد لا تدل، تحتاج إلى دليل من الخارج.